أخي يوسف، لما أقول الكتاب المقدس هو كتاب نبوي، يعني هو كتاب نبوي؟ خليني أقول هو الكتاب النبوي، على اعتبار أن ما فيش في كل الكون كتاب نبوي آخر بخلاف الكتاب المقدس. كتاب نبوي كاتبه الله الذي يعرف المستقبل. تمام. هل يعرف أحد سوى الله المستقبل؟ إطلاق. في نبوة إشعياء تحدى الله الأنبياء الكذبة والأوثان والذين يعتمدون عليها، أخبرونا بالآتيات فنعرف أنكم آلهة. طبعا ما حدش يعرف المستقبل ولا الآتيات إلا الله وحده. تمام. وإذا حبينا نوسع شوية دائرة مفهوم النبوة، أن النبوة أيضا تشتمل على كشف الستار عن ما سبق وما سيأتي. ففي الأزل مين فينا صحيح. كان شاف الأزل صحيح. وكان موجود، لكن الكتاب المقدس كشف لنا الستار عن ماذا كان في الأزل، إيه اللي كان بيدور عند الله من الأزل، هذا في الكتاب المقدس. وإن أردت الدقة إنه يكشف الأزل والأبد والحاضر. تمام. بمعنى أنه يكشف قلبي وخباياي. يعني أنا بخبي حاجات على الناس بس ما أقدرش أخبيها على الله، وهذا الكتاب يميز أفكار القلب ونياتي. خلينا نقول المعنى الثلاثي للنبوة هو كشف الستار عن الأزل. أيوة. وكشف الستار عن حالة الإنسان. صحيح. وكشف الستار عن الأبد. أكيد. الكتاب الذي يشرح لنا الأزل والأبد وحالة الإنسان واليوم. وفساده هو كتاب الله. صحيح. الكتاب النبوي. تمام.